تتسبب بعض الكلمات التي تخرج بشكل عفوي بإثارة مشكلات بين الشريكين، فهناك بعض الكلمات أو الجمل التي لا يحبذ الرجل سماعها من المرأة، فما هي هذه العبارات التي يجب أن تتفاداها المرأة؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو سيرين زيادة، مدربة تطوير مهارات مختصة بالبرمجة اللغوية العصبية. والله صعب يعني، في أمور مكلكعة في الموضوع، بس خلينا سيرين، أنا مستنية الفقرة دي عشان أعرف الكلمات عشان أستخدمها كثير. أيوه. مش إنه إحنا نتجنب، أقول لنا يلا إيه اللي بيستفز، دائما طلباتكم كثيرة طبعا، إيش اللي بيستفز الرجال عشان يستفزوا أكثر. أول شيء صباح الخير وشكرا كثير لاستضافتي اليوم، وكثير بستمتع لما بقابلكم، ما شاء الله عليكم طاقة إيجابية دائما حلوة. بس قبل ما نبدا انا حاخذ دور الرجل ترى اليوم. طبعا عشان انتوا ثنتين انت اليوم انفش ريشك. هلا هي انت حكيت عفويا، احيانا تكون عفويه احيانا لا تكون عفويه، لانه احيانا المراه بترمي هاي الجمل كنوع من الاسقاط والازاحه، بتكون عند احتياجات معينه مش ملبى، وتعرف يعني تجمع المشاعر جواتنا بخلينا انه يطلع بالحكي، يعني ازيني فبزي ردة فعل. بالضبط ردة فعل. فمثلا واحدة من الشغلات المقارنات، يعني تيجي تقول له مثلا شايف كيف اصحاب زوج صحباتي كيف بيعاملوا فلان وفلان، انه شايف كيف فلان بيعامل هاي، فهي او مثلا انه انا كنت ببيت اهلي شوف كيف كنت مدلله، شفت كيف تعتست عندك مثلا، فهي نوع من انه المعايره والمقارنه باسلوبه وبتيجي بصميم شخصيته. ليه بنسميها معايره؟ بنفكره لا. هلا شوفي بتحبي حدا يقارنك بغيرك؟ اذا بيت اهلي عادي، يعني كان هيقولي مثلا كنت في بيت اهلي مدلل وباكل براحتي وبتطبخي وبتعملي، يعني انا مش شايفه انه انت لما اخترتي الزواج عرفتي حياه جديده، طبعا عرفتي انه في حياه جديده في مسؤوليات، هيك بيكون رد فعل. اذا الكلام مؤذي بيكون في رد كمان. لا هلا اذا الكلام مؤذي انا بقول لك لا، يعني لازم يرسم حد للشخص. هلا في مثلا شغله ثانيه اللي بتستفز الرجل، اللي هي انتقاد الاهل والاصحاب. اصحابك ما منزلوليش من زور، اهلك مثلا شوف كيف بيعاملوا السلفات او الهاي، هاي النوع المعايره مثلا، او مثلا شو جاي تحكي لي اكم من كلمه سمعتها من امك. الست الشاطره مش ما تنتقد الاهل والاصحاب، لان هم تقدري تعتبري هم يعني جزء منه، عرفتي كيف؟ يعني هم. طب اذا في حاجه مضايقه بتعبر عنها، بتعبر عنها بشكل طبيعي. ازاي يعني؟ مثلا على فرضا الام او الحمايه عم بتعاملها بطريقه كذا، تيجي تحكي معها، مش ضروري تعايره فيها، تقول له مثلا والدتك شوي عم بتضايقني، في كلمات معينه عم بتحسس منها، امك فوق راسي، عرفت كيف؟ يعني تخجل الزلمه. ماشي ماشي، والله ما اسمع الكلام. انبسط انبسط سلطان، حسيته هيك. خليه هو لسه خاطب على البر، لسه. من الجمل كمان اللي بتستفز الرجل، اللي هي تقليل اهميته ودوره، يعني انا مثلا تيجي تقول له شو يعني شو عملت لنا بحياتنا مثلا، او مثلا تعايره بالرزقة، تعايره بالقرارات اللي بياخذها، نفسي تاخذ قرار زي العالم والخلق. مبسوطه مره. طيب. لا بتخيل الموقف. او مثلا الامور الغامضه، مثلا بيجي بشوفها مكشره بتقول له ما لي شيء، فهو بيزيه بتقول له طب انت اصلا انا متضايقه لانك انت مش عارف. الزلمة ما بيعرف يقرأ بين السطور ويقعد يفهم الغموض اللي ما بيفهم، لأنه جاي من الدوام، كان برا في الشارع، عنده ظروف حياة أخرى، فيرجع البيت يعني ما عنده وقت انه يفكر ويركز بين السطور. على فكره هي كمان رجع من البيت وتعبانه وعندها حاجات ثانيه بتعملها اكثر، يعني ما في دائما مطلب. انا ارى انه دائما في الطلبات الشخص يكون واضح، يقدمها بشكل لائق ومؤدب، اعتقد انه حيقبلها الرجل بشكل طبيعي، يعني اذا يقدر يسويها. معك حق سلطان، هو دائما الوضوح حلو، بس احيانا الرجال مش ملائكه كمان، عرفت كيف؟ يعني هو طبعا كمان بيكون مسمعها كم من كلمه مستفزه، فهي بتستفز، فللاسف الشديد هو بيصير زي بينج بونج، كل واحد بده يورجي انه مين بده ينتصر. في عندك مثلا من الجمل التهديد، مثلا اللي هي بتصير تقول له انا كان يوم اسود لما تجوزتك، او بكره بضب شنطتي واروح عند اهلي، او عرفت كيف؟ هذا النوع التهديد بيخلي ما في عدم استقرار في العلاقة، إنه أنت بأي لحظة بدك تتركيني أو هاي. فهي بشكل عام أنا دائما بقول الجمل المستفزة بتمس بكيانه وهوية الشخصية تبعت الشخص. التدخلات مثلا بتصير تعمل زي أمه، انه وين رايح وين جاي وشو بتعمل وكذا. طبيعي، ما هو كمان بيسال وين رايحه وين جاي، يعني ما هو ده الطبيعي. هلا اذا هلا شوف، ليه حق عليه انه انا اساله رايح فين وجاي منين؟ يعني الاسلوب مروه، دائما لك حق الاسلوب مروه، يعني انه ليش لهلا
لا ما انا مش مسكاله ساعه كمان يعني عرفتي كيف هي الاسلوب كثير بفرق بيقولوا غلابه في الجاليري بيقولوا ان هم غلابه بس هم مش غلابه لا ما في حدا غلابه لا شوف انا يعني سلطان متاكد 100% انه الرجل لما تجي المراه بشكل واضح وتطلب منه اشياء بشكل واضح وتطلب منه اشياء بشكل لطيف بصوت هادي بدون استخدام عبارات او نظرات فاعتقد انه ممكن يعني حيتقبل منها بشكل مش كبير دايما جدا صدقني كيف السياسه بس اكيد شوف بيطنش وكانه مش سامع وبيعمل حاجه تانية لو موضوع مش على مزاجه ومش على كيفه الدين دايما بيذكر ربنا الموده والرحمه شو الموده والرحمه لازم يكون من الطرفين ما بقدر انا كست اضلني موده ورحمه والزلمه على الجانب النقيض ما يعمل شيء يعني أنا دائما بقول الواحد يتذوق كلامه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه سبحان الله يعني مهما كان الشخص أمامك سيء ممكن أنت تقلبه لطرفك أو تأثر فيه طب في نصيحة معينة بتقدميها للشاب أو الرجل بشكل عام كيفية التعامل عند سماع هذه الكلمات اللي بتستفزه أكيد هلأ شوف أهم شيء أنك ما تأخذ الكلام بشكل شخصي اعرف أنه وراء الرسالة اللي عم تحاول تحكيها زي نداء أنه اسمعني انه انا عندي احتياج مش ملبى انا عندي عواطف اهتمام انا ناقصني بدي حدا يهتم فيه اكثر بدي حدا يحسسني انه انت مصدر الامان والسند فجدا مهم انك انت ما تاخذ وتزعل بسرعه على طول انه اسالها ايش في انه شو اللي مضايقك ياخذها زي ما بقولوا بالمسايسه اكثر من انه يصفي نوع من الجدال اللي ما يوصلوا له ومش غلط ينبهها يعني أنا دائما بقول إنه إحنا أولادنا لما بغلطوا بننبههم إنه يا حبيبتي هذا الأسلوب ما بينفع معي أو هاي الطريقة مش طريقة حلوة تحكيني فيها فحلو إنه الواحد يرسم الحدود بس في نفس الوقت إنه كمان ما يفهم مشكلتها يفهم مشكلتها يعني النداء لإيه بالضبط النداء اللي عم بتحاول تناديه لأنه إحنا عنا احتياجات داخلية يعني كل واحد فينا محتاج للحب محتاج للاهتمام محتاج للتقدير العطاء محتاج لنمو العلاقة فكل ما حست الست انه في نوع من النقص او البرود وخصوصا احنا بنقارن ببداية العلاقات حلاوتها عرفتي كيف الله يعيننا عليهم يعطيك ألف عافية الله يعافيك يا ربي لك حياة سعيدة يا مروة في البيت إن شاء الله لا أنا تمام أنا مبسوطة ما تقلقش علي ما أعتقد بعد الموضوع هذا مدربة تطوير مهارات مختصة بالبرمجة اللغوية العصبية يعطيك ألف عافية